تتابعونا من الميدان من تلفزيون المستقبل وفي العناوين. جلسة حوار عين التين الخامسة تنطلق مساء وجيرو يبحث مع المسؤولين في الملف الرئاسي. بالقضايا العمالية والإدارية ما في انتصارات، في إنجازات لمصلحة العمال والموظفين. انفراج في ملف كازينو لبنان واتفاق على تعليق الإضراب في مرفأ بيروت كخطوة نحو الحل. الجماعات الإرهابية في مصر توسع دائرة عملياتها والجيش يواصل ملاحقتها في سيناء. وفي النشرة تتابعونا في الرياضة. فالداد كان على طريق الاعتزال لولا أطفاله. الجولة الخامسة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله تنعقد مساء اليوم في عين التيني، وهي تتزامن مع عودة الملف الرئاسي إلى الواجهة من خلال اللقاءات التي يعقدها الموفد الفرنسي جان فرانسوا جيرو مع المسؤولين اللبنانيين. إلى ذلك لا تزال الملفات الحياتية في صدارة الاهتمامات مع انفراج أزمة الكازينو في مقابل بقايا أزمة ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت على نار المعالجة الحامية. إذن بدأ الموفد الرئاسي الفرنسي جان فرانسوا جيرو جولته على عدد من المسؤولين اللبنانيين للبحث في الاستحقاق الرئاسي، حيث التقى كلا من رئيس مجلس النواب نبيه بري والرئيس ميشيل سليمان ووزير الخارجية جبران باسيل. بعد أن جال على عدد من الدول أبرزها السعودية وإيران والفاتيكان وروسيا، عاد مدير دائرة الشرق الأوسط وإفريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية فرانسوا جيرو إلى لبنان في زيارة هي الثانية من نوعها بصفته موفدا رئاسيا فرنسيا للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بملف الاستحقاق الرئاسي منذ كانون الأول الماضي موعد زيارته الأولى وعقب الحوارات الدائرة بين القوى السياسية. جيرو التقى عدد من المسؤولين اللبنانيين أبرزهم رئيس مجلس النواب نبيه بري، وعرض معه آخر مستجدات ملف الرئاسة والاهتمام الفرنسي بضرورة انتخاب رئيس للجمهورية في أسرع وقت في ظل التطورات في لبنان والمنطقة. جيرو زار أيضا الرئيس ميشيل سليمان بحضور نائبه إكزافيي شاتيل وسفير الفرنسي باتريس باولي، وجرى البحث في ملف الاستحقاق الرئاسي. وأشارت المعلومات إلى أن سليمان سمع من جيرو أن المساعي الفرنسية مستمرة، لكن جيرو لا يحمل أي جديد، لافتا إلى أن محادثاته مع الإيرانيين كانت جيدة، لكنه أكد أن الحل لن يكون إلا لبنانيا فيما يتعلق بتسمية رئيس للبنان. وشدد الرئيس سليمان على ضرورة الاستفادة من المناخ الدولي المشجع لإجراء الانتخابات الرئاسية من دون أي تدخل خارجي، معتبرا أن هذه المسؤولية تقع حصرا على المجلس النيابي وعليه يبقى الحل الداخلي هو الأنجع. جيرو التقى أيضا وزير الخارجية جبران باسيل وعرض معه موضوع الانتخابات الرئاسية وآخر التطورات في لبنان والمنطقة، واكتفى عقب اللقاء بالقول إن اللقاء كان وديا. في عين التين تنعقد مساء اليوم الجولة الخامسة من الحوار بين تيار المستقبل وحزب الله على وقع تداعيات خطاب الأمين العام لحزب الله وما تلاه من ردود على ما تضمنه من كسر لقواعد الاشتباك، بالإضافة إلى ما رفقه من إغراق سماء بيروت والمناطق بزخات الرصاص وإطلاق القذائف. إلى ذلك وبناء على إحالة كل من وزير العدل اللواء أشرف ريفي والنائب العام التمييزي القاضي سمير حمود، فطر مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر استنابات قضائية إلى كل من المدير العام لقوى الأمن الداخلي وإلى مديرية المخابرات في الجيش اللبناني للتحري عن الأشخاص الذين أطلقوا الرصاص في الهواء في 30 من الشهر الماضي والبحث عنهم وتوقيفهم وسوقهم إلى دائرته. صحيفة المستقبل ردت في افتتاحيتها على إعلام حزب الله الذي تعرض للرئيس فؤاد السنيورة. ردت صحيفة المستقبل في افتتاحيتها على الكلام الصادر بحق الرئيس فؤاد السنيورة من الإعلام التابع مباشرة إلى حزب الله، وخصوصا موقع العهد الإلكتروني وجريدة الأخبار، حيث أشارت المستقبل إلى أن السنيورة يصيب في مواقفه مواضع توجع أهل الدويلة وتسر أهل الدولة، مضيفة أن ما صار مكشوفا هو أن كل عودة مركزة وموجهة إلى استهداف السنيورة من قبل ذلك الإعلام الحزبي الممانع تترافق في العادة مع مأزق جديد يجد حزب الله نفسه فيه ولا يعرف طريقا للخروج منه،
إلا بشد عصب جمهوره، في إشارة إلى أن ذلك لا يتم إلا باعتماد شتم الأخصام وانتهاج لغة توترية ممجوجة وساقطة في حق كل من يقول كلمة حق في وجه باطل، وخصوصا في حق رجل دولة مثل الرئيس فؤاد السنيورة. واعتبرت الصحيفة أن الاحتكام إلى المنطق أو مقابلة الحجة بالحجة والرأي بالرأي هي مسائل ليست واردة في أدبيات إعلام الممانعة في الإجمال وإعلام حزب الله في الخصوص. وأوضحت: يكفيه فخرا الرئيس السنيورة أنه يحاجج بالرأي وليس بالمدفع، وبالموقف الواضح وليس بالعبوة الناسفة، وبالقلم وليس بالمسدس، وأنه رائد في شجاعته الأدبية والسياسية، ويكفيه فخرا أنه قومي عربي لم يضيع البوصلة، ولم يتاجر بفلسطين القضية والثورة، ولم يرتكب خطيئة دعم طاغوت اسمه بشار الأسد ألحق بسوريا وأهلها وبالعرب والمسلمين نكبة ولا كل النكبات. ويكفيه فخرا الرئيس السنيورة أنه رفيق عمر الشهيد رفيق الحريري وقائد في تياره إلى جانب الرئيس سعد الحريري. أعلن الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أن أولوية الحوار بين المستقبل وحزب الله تعنى بالسلاح الداخلي وما يسمى بسرايا المقاومة. الحريري وفي حوار نشرته صحيفة الراي الكويتية نفى أن يكون الخوف من الجهاديين وداعش سببا للحوار مع حزب الله كنقطة التقاء، موضحا أن تيار المستقبل كان دعا للحوار منذ عامين، أي قبل بروباغندا داعش. إلى ذلك أوضح الحريري أن حوار المستقبل مع حزب الله يقابله حوار آخر بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية، آملا التوصل إلى حل فيما يتعلق بالرئاسة. وقال إن على المسيحيين أن يتفقوا على اختيار الرئيس، معتبرا أنه من خلال الحوار الجدي مع حزب الله والتوافق المسيحي يمكن التوصل إلى حل. وصلت غرفة الدرجة الأولى في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى إفادة النائب السابق سليم دياب الذي خضع لاستجواب مضاد من فريق الدفاع. في الاستجواب المضاد الذي خضع له النائب السابق سليم دياب وبدأه فريق الدفاع عن صبرا، أجاب دياب عن أسئلة عن معرفته بالمسؤول العسكري في جمعية المشاريع الخيرية الأحباش الشيخ أحمد عبد العال، وقد أكد الشاهد أنه لم يلتقي به بشكل منفرد. وعن العلاقة بمصطفى حمدان قال دياب أنه عرف بتهديدات بحقه صادرة عن حمدان لكنه لم يسمعها مباشرة منه، ثم أشار إلى أن حمدان نفى صدور هذه التهديدات عنه. فريق الدفاع عن عنيسي أجاب بدوره استجوابا مضادا وسأل الشاهد عن تلقي صحفيين وأمنيين أموالا من الرئيس الشهيد، وهنا أوضح دياب أن هذه الأموال كانت لمساعدة الناس وليست لدعم الرئيس الحريري ولم تكن رشوة لهم. كان يعطي المال للناس لمساعدتهم على الخروج من ضيقة مالية أصيبوا بها، وعلى غرار ذلك أعطيت اسما لأحد الأشخاص عاونه الرئيس الحريري لكي يسدد أتعاب عملية جراحية لأخيه، وساعده مشترطا الأمر التالي أن يستمر بشتم الحريري وأن لا يتوقف على ذلك. وخلاصة الموضوع أن الحريري كان يعطي المال للناس فقط بهدف المساعدة وليس بهدف الانضمام إلى رأيه أو دعمه أو ما غير ذلك. فالسيد الحريري كان فريدا في تفكيره وفي أخلاقه، وهو لم يكن يعطي المال للناس كرشوة ولم يكن يفكر في شراء ضمائر الناس. دياب أشار إلى أنه كان في قريتم ليلة 14 من شباط وأن جار أبو عدس حضر إلى هناك، وقال أنه رأى أبو عدس قبل يومين من وقوع الجريمة ونصحهم بالذهاب إلى منزله للاطلاع على جهاز الحاسوب الخاص به. وحسب إفادة دياب فإن الشهيد وسام الحسن قام بالمهمة، إلا أنه لم يتم العثور على شيء ذي أهمية. رد المكتب الإعلامي للرئيس سعد الحريري على ما نشرته صحيفة الأخبار تحت عنوان ال بي سي والمستقبل وام تي في دمج إعلاني وسياسي، ما فحواه أن الرئيس سعد الحريري يسعى إلى دمج المحطات التلفزيونية الثلاثة للسيطرة سياسيا عليها.
وأوضح مكتب الحريري أنه فيما يعنيه فإن كل ما حصل هو أن إدارة تلفزيون المستقبل تبلغت من رئيس مجلس إدارة الـ LBC الشيخ بير الظاهر أنه بصدد نقاشات مهنية وتجارية مع تلفزيون جديد وتلفزيون MTV للبحث في سبل خفض نفقات الإنتاج ووقف انهيار السوق الإعلاني الذي بدأ في العام 2011، على أن يدعو المحطات التلفزيونية الأخرى للانضمام إلى هذه النقاشات في حال أدت إلى تصور عملي من دون التطرق إلى أي فكرة دمج بينها، وهو بالمناسبة ما يحظره قانون الإعلام اللبناني حظرا تاما. أما باقي ما ورد في المقال من افتراءات وتلفيقات تعبر عن مخيلة جريدة الأخبار وما يقف خلفها، وهي مخيلة أثبتت من دون شك خصوبتها في أكثر من مناسبة، فنترك أمر الرد عليها للمعنيين في النقاشات الدائرة والتي لا دور لتلفزيون المستقبل فيها حتى الآن. قضية كازينو لبنان إلى الحل بعد تسوية متعددة الهويات السياسية والروحية. لا انتصار وإنما إنجاز، في هذه الخانة وضع وزير العمل سجعان قزي التسوية التي تم التوصل إليها لحل قضية كازينو لبنان. قزي أكد بعد الاجتماع الذي ضم ممثلين عن مجلس الإدارة ونقابتي الموظفين في الكازينو أن التسوية التي حصلت متعددة الهويات من قبل وزارة العمل وحاكم مصرف لبنان ومباركة من بكركي. أولا إعادة النظر بلائحة المصرفين 191، لأنه بينهم في ناس لحقهم ظلم وإشحاف. اثنين، إعادة فتح كازينو لبنان. ثلاثة، إذا صار في وساطة من وزارة العمل تجمد قرارات مجلس الإدارة بالنسبة للصرف. أربعة، صار في صرف أو ما صار في صرف الموظفين يلي عندهم أمراض مزمنة، إدارة الكازينو ستبقى مسؤولة عن ضمانهم الصحي والاجتماعي لغاية سن التقاعد، ويلي عندهم أمراض مستعصية إدارة الكازينو بدها تضل مسؤولة عنهم إلى أبد الأبدين. وبهالإطار هيدا طرحنا وساطة وزارة العمل. من جهتهم شكر مجلس الإدارة والموظفون الوزير وكل من ساهم بالتوصل إلى حل. أعلنت نقابة أصحاب الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت استعدادها تعليق الإضراب شرط وقف أعمال ردم الحوض الرابع في مرفأ بيروت. الإعلان جاء بعد اجتماع عقد في بكركي ضم جميع المعنيين في هذا الملف، دعا بعده وزير التربية إلى إفساح المجال أمام الرئيس سلام لحل هذا الملف. أثمرت الاتصالات واللقاءات في إحراز بعض الإيجابية في قضية الحوض الرابع في مرفأ بيروت، فبعد وعد رئيس الحكومة تمام سلام بحلحلة الموضوع عقد اجتماع في بكركي بين المطران بولس طياح ووزير التربية الياس بوصعب ونقابات المرفأ وممثلي الأحزاب المسيحية لبحث الملف، وانضم إليه لاحقا وفد من مالكي الشاحنات العمومية. طلب خلاله بوصعب من المجتمعين إفساح المجال أمام سلام لحل أزمة الحوض الرابع، وأكد بعد اللقاء أنه وعد بحل الأزمة. تمنينا على المعنيين وعلى النقابة وعلى أصحاب المصالح بمرفأ بيروت تعليق الإضراب اليوم إفساحا بالمجال أمام رئيس الحكومة لحتى يقوم بالمسعى المطلوب وينقل هالهواجس فعلا للمعنيين بالمرفأ ويأخذ القرار المناسب. الكل منه موافق الرأي، بقى أكيد ما في إجماع على ردم الحوض الرابع مثل ما انحكى امبارح. هيدا الموضوع بيتوضح اكثر واكثر من بعد ما نكفي اجتماعاتنا مع دولة رئيس مجلس الوزراء. الضمانات اللي عنا اياها هي ثقتنا بدولة رئيس مجلس الوزراء، هو اللي بياخذ القرار المناسب، ما عنا ضمانات تانية غير هيك، ونحن عنا ثقة تامة وبعتقد سمع وجهة نظرنا. تمني بكركي لاقى بعض المرونة من قبل نقابة أصحاب الشاحنات التي اجتمعت في مرفأ بيروت وأبدت إيجابية لجهة إعلانها استعدادها تعليق الإضراب مقابل تعليق العمل بردم الحوض الرابع. بقى الشباب بالإجماع بكل الموجودين بالإجماع قالوا نحن منعلق الإضراب إذا جوا شركة حرية بوقف الشغل بيعلقوا الشغل يوم 2-3-4 تكان نبطل بالموضوع هذا مع دولة رئيس سلام، وطلع القرار من عند دولة رئيس سلام يا من دولته يا من مجلس الوزراء. بقى نحن إذا علقنا الإضراب هون تعليق الإضراب هني بدوا يعلقوا الشغل جوا، وهذا الاتفاق اللي نحن توصلنا له مع الشباب. وأكدت النقابة أنها ستلتزم بأي قرار يصدر عن الرئيس سلام ومجلس الوزراء.
صحيا، وعلى ضوء الملفات والشكاوى التي ترد إلى وزارة الصحة فيما يتعلق بأخطاء طبية في المستشفيات، أمل وزير الصحة وائل أبو فعور من النيابة العامة التمييزية فتح ملف الأخطاء الطبية، واعتبار كتابه بمثابة إخبار عن تقصير المعنيين بمتابعة هذه الملفات لوضع الأمور في نصابها القانوني. على صعيد آخر، أعلن مكتب وزير الصحة أنه في إطار استمرار حملة سلامة الغذاء نفذ مراقب وزارة الصحة عملية دهم لمستودع مواد غذائية غير مستوفية الشروط تابعا لشركة نبيل للصناعات الغذائية لصاحبتها مايا الماجد في منطقة المشرفية في الضاحية الجنوبية. وأشار المكتب في بيان إلى أن أصحاب المستودع اعترضوا مفتشي الوزارة وحاولوا منعهم من استكمال مهمتهم. قضائيا، اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول رياض أبو غيدة اللبنانيين حسين كامل زهران وأحمد عبد الكريم حميد والناطق الرسمي باسم تنظيم كتائب عبد الله عزام في سوريا سراج الدين زريقات والموقوفة محمود أبو عباس بجرائم الانتماء إلى تنظيم مسلح بهدف القيام بأعمال إرهابية والاشتراك مع بعضهم على تفخيخ سيارة وإدخالها عن طريق عرسال وتسليمها إلى السوري أحمد حيدر الذي قام بتفجير نفسه على حاجز ظهر البيدر. وطلب أبو غيدة عقوبة الإعدام للمتهمين الأربعة وفق مواد في قانوني العقوبات والإرهاب، وسطر مذكرة بحث وتحر دائم لمعرفة كامل هوية رضوان ضروب، أحمد بكري، محمود ياسين، خالد جلول والدرعاوي وعلي. أهالي العسكريين المختطفين يهددون مجددا بالتصعيد في حال عدم حصولهم على أي معطيات جديدة. نحن حنقولكم بعد معنا 24 ساعة، إذا الله راد رح نروح نسكر كازينو لبنان لحلوا له المسألة تبع. يبدو أننا سنعود للتصعيد مجددا بعد شهر ونيف من التهدئة. هذا ما هدد به أهالي العسكريين بعد لقائهم النائب وليد جملاط في إطار لقاءاتهم بالمرجعيات السياسية والروحية. الأهالي عادوا من كليمونسو إلى رياض الصلح وجعبتهم فارغة من أي معطيات جديدة. نحن زيارتنا لعند وليد بايك كانت بصدد تحريك إعادة تحريك ودفع هذا الملف للتسريعه، لأنه نحن بصراحة بعد شهر ونص غياب كامل مثل ما بتعرفوا عن الشاشات وعن التلفزيون وعن الصحافة والإعلان، لمسنا أنه خلال هالشهر ونص حتى نحن تغيبنا وحتى نحن ما عدنا عرفنا شيء. نحن كأهالي إلنا حق نعرف مصير أبنائنا وين صار. تصور إذا ما من هون لبكرة صار في لقاء وتطمينات وتأكيدات بأن المفاوضات لازالت جارية ومستمرة وفي شيء ملموس وفي مصداقية، أكيد نحن بوعد إنه رايحين للتصعيد. كونوا أقوياء هي رسالة الأهالي لأبنائهم. بنقول لهم إنه ما على شيء، يتصبروا خير ويتكلوا على الله، والله كبير واللي كاتبه الله بده يصير. كل شيء بطلب منهم يضل عندهم قوة، يعني مثل ما راحوا قوية يجونا كمان قوية. بدي اقول له لوائل انت قبضاي، انت رجال، انا هودي اللي قلت له اياهم فوق، بدك تصبر يا وائل باذن الله تعالى انه راح ترجعوا طيبين سالمين، بدكم ترجعوا مرفعين الراس. هيدي الدولة يا وائل اللي نشدتها انت. الأهالي سيلتقون مدير عام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم صباح الأربعاء، ونتيجة هذا اللقاء ستحدد ما إذا كان التصعيد سيستمر أو سيتجمد. مهلة 24 ساعة أعطاها الأهالي للحكومة لتطلعهم على آخر تطورات الملف، وإلا فالتصعيد مجددا، تصعيد لن تكون له ضوابط هذه المرة. من ساحة رياض الصلح، نهج يوسف، تلفزيون مستقبل. أمنيا، استهدف الجيش اللبناني منذ بعض الوقت تحركات المسلحين في منطقة العوين الزهراني في جرود عرسال بالمدفعية، كما استهدف الجيش خلال الليلة الماضية بالأسلحة المتوسطة تحركات لمسلحين باتجاه مناطق ويد حميد المصيدة في جرود عرسال. بدورها شهدت جرود رأس بعلبك في محيط تلة الحمرة التي يتمركز فيها الجيش اللبناني شهدت مناوشات ليلية وإطلاق نار بين المجموعات المسلحة ومراكز الجيش. وتتابعونا في نشرة من الميدان بعد الفاصل. الوضع اليمني إلى مزيد من التعقيد واشتباكات في حضرموت. أهلا بكم من جديد. أدت العمليات الإرهابية التي استهدفت عددا من المدن المصرية إلى مقتل شاب في الإسكندرية المصرية، في حين شددت إجراءات الأمن في مطار القاهرة شددت بعد العثور على قنبلتين بدائيتي الصنع، في وقت تواصل القوات المسلحة مطاردة المسلحين في سيناء.
لم تسلم العاصمة المصرية من سلسلة التفجيرات التي شهدتها البلاد في الساعات القليلة الماضية، فقد انفجرت قنبلة بدائية الصنع في ممر بهلر وسط القاهرة والمتفرع من ميدان طلعت حرب، فيما طوقت القوات الأمنية المكان وعمل الخبراء على تمشيط المنطقة. تزامن التفجير مع عثور الشرطة على قنبلتين في صالتين بمطار القاهرة، ما دفع إلى تشديد الإجراءات الأمنية. محافظة الإسكندرية شهدت بدورها انفجارا وقع أمام محطة لتموين السيارات أدى إلى سقوط جرحى وخلف أضرارا مادية كبيرة. وفيما تواصل القوات المسلحة المصرية هجومها على معاقل الإرهابيين في سيناء والتي تستهدف القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، أعلن مصدر عسكري أن عبوتين ناسفتين زرعتهما العناصر التكفيرية لاستهداف القوات المسلحة أثناء مرورها، إلا أنهما انفجرتا بعد مرور القوات من دون إحداث خسائر، فيما كثفت القوات المسلحة عمليات التفتيش في محيط طريق الشيخ زويد في رفح. يأتي ذلك بعدما ألقى الجيش المصري القبض على 12 عنصرا من جماعة أنصار بيت المقدس المرتبطة بتنظيم داعش، وقتل 8 متشددين في شمال سيناء حيث تستمر الحملة الأمنية. وسط هذه الأجواء تتواصل العمليات الإرهابية في سيناء، وفي هذا الإطار فجر مسلحون شرق العريش خط الغاز في محافظة شمال سيناء، وذلك للمرة 28 من سلسلة التفجيرات التي طالت خطوط الغاز. سيطر الجيش السوري الحر على تلة المياسات الاستراتيجية المطلة على دوار البريش شمال مدينة حلب بشكل كامل، والتي كانت تعد تحد من حركة الثوار في المنطقة جراء قصف قوات الأسد المتواصل. كما أسر الثوار 15 عنصرا من قوات الأسد بينهم إيرانيون، واغتنموا دبابة وكميات من الذخائر والأسلحة، بالإضافة إلى مقتل قائد غرفة العمليات في التلة ومعه العشرات من قوات الأسد في المعركة. عنفت المواجهات اليوم بين المعارضة السورية وكتائب الأسد على محاور ريف حلب، وأعلن الثوار عن سيطرتهم على تلة المياسات المطلة على دوار البريج وقتلوا وأسروا عشرات الشبيحة. في المقابل شنت مروحيات النظام غارات بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب في إطار سعيها لفرض حصار على المدينة. وأظهر شريط فيديو قيام أفراد من هيئة الإغاثة العاملة في حلب بإخراج المصابين من تحت الأنقاض فور توقف القصف. وليس بعيدا عن حلب، أكدت وحدة حماية الشعب الكردي أنها تمكنت بدعم من ضربات التحالف من إحراز تقدم في معاركها ضد تنظيم داعش في المناطق الريفية حول مدينة عين العرب كوباني بعد طرد المتطرفين منها الأسبوع الماضي. وتوقع الناشطون استمرار الانسحاب من مناطق ريف كوباني، وقد تقع اشتباكات على مشارف الرقة. وعلى وقع القصف العشوائي على إدلب، عقدت جبهة النصرة وحركة أحرار الشام جلسة للتصالح في مدينة سلقين، وذلك لإنهاء التوتر الذي بدأ بين الجانبين بعد مقتل قيادي بأحرار الشام على يد عنصر من النصرة في مدينة بنش. هذا وأغارت المروحيات على الحولة وتلبيسة والرستم في حمص، واستهدفت عربات الشركة بشكل عشوائي منازل المدنيين. وفي ريف دمشق المشهد مروع، خصوصا في دوما حيث ارتكبت كتائب الأسد مجزرة ذهب ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، كما وصلت كتائب الأسد قصف منازل المدنيين في درعا وريفها. أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي مستورا أن اقتراح تجميد النزاع في حلب لا يزال يمثل الاقتراح الوحيد المطروح على الطاولة من أجل تجميد النزاع ووقف العنف، لعله يكون أساسا إذا نفذ لتفاهمات أخرى. وألح دي مستورا في مداخلة أمام النواب الأوروبيين على وجوب ألا تدمر حلب مثل ما حدث في حمص حيث دمرت بالكامل، مؤكدا أن المدينة تمثل اليوم رمزا مثل مدينة كوباني في الحرب ضد تنظيم داعش. رأى وزير الخارجية القطرية خالد العطية أن جوهر المشكلة في سوريا يكمن في السياسات الوحشية للنظام، مضيفا أن الغارات الجوية لا تكفي وحدها للقضاء على تنظيم الدولة. وخلال مشاركته في منتدى بالولايات المتحدة شدد العطية على أنه لا يمكن التحالف مع نظام بشار الأسد لمكافحة الإرهاب، لافتا إلى أن الناس في المنطقة لا يتعاطفون مع داعش لكنهم يحاولون التذكير بأصل المشكلة. ودعا العطية إلى عدم تحويل الأنظار عن السبب الحقيقي للوضع في سوريا، فقتل نحو 300 ألف شخص من دون تمييز يؤكد وحشية النظام السوري.
قضية أحد مشايخ طائفة الموحدين الدروز في السويداء وحيد البلعوث الذي لقب بشيخ الكرامة لرفضه ممارسات النظام السوري تفاعلت، خصوصا بعد المعلومات عن اتجاه لإقصائه من منصبه بتدخلات مباشرة من نظام بشار الأسد. رئيس حزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط أطلق سلسلة تغريدات نارية حول هذا الموضوع فاستهلها قائلا: على طريقة أهل جبل العرب أقول يا حيف على الرجال. وأضاف إن ثلاثة مشايخ عقل الجربوع والحناوي والهجري بتوجيه من المخابرات الجوية يصدرون بيان أبعاد للشيخ وحيد البلعوث، وتوجه للمشايخ قائلا: أنتم يا خضرات المشايخ أبعدتم أنفسكم من النخوة والكرامة وتراث العمامة البيضاء التي أيام الثورة العربية السورية أسكتت مدافع المستعمر الفرنسي. وختم جنبلاط: لكن رجال الجبل لا يقف عند فتوى لا قيمة لها لا دينيا ولا زمنيا، التاريخ سيحاسبكم. صادق مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني بعد التصويت عليه بالموافقة، وقررت الحكومة إحالته إلى البرلمان لنيل الشرعية. بعدما انتهت لجنة صياغة مسودة مشروع قانون الحرس الوطني برئاسة نائب رئيس الوزراء العراقي بهاء الأعرجي من أعمالها بتوافق جميع أعضائها خلال اجتماعهم السابق، صادق مجلس الوزراء العراقي على قانون الحرس الوطني بعد التصويت عليه بالموافقة وسط خلافات كثيرة حوله بين الكتل السياسية، وقررت الحكومة إحالته إلى البرلمان لنيل الشرعية. مجلس الوزراء صدق أيضا على قانون هيئة المساءلة والعدالة، في حين سيطرح البرلمان العراقي مشروع قانون الحرس الوطني للقراءة الأولى في أقرب جلسة. ووفق قانون الحرس الوطني فإن قوات الحرس ستكون متواجدة في المناطق المختلف عليها بين بغداد وإربيل بالمشاركة مع القوات الكردية البشمركة، وإما سيكون بتواجد الطرفين وغرفتي عمليات منفصلتين أو غرفة عمليات مشتركة بينهما. ومن أبرز النقاط التي تضمنتها المسودة ارتباط الحرس الوطني بالقائد العام للقوات المسلحة، وأن الأولوية فيه لقوات الحشد الشعبي وأبناء العشائر، وأن يتم توزيعه حسب النسب السكانية للمحافظة الواحدة مع مراعاة المكونات الاجتماعية. من جهة أخرى، بدأت اللجنة المكلفة من مجلس النواب العراقي التحقيق في معلومات عن إعدام مسلحين 70 سنيا في قرية بروانة في المقدادية بمحافظة ديالى شرقي البلاد، في وقت قالت مصادر كردية إن العشرات من قوات البشمركة قتلوا وأصيب المئات في هجمات شنها مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية على جنوب وغرب محافظة كركوك. وفي سياق آخر، كشفت لجنة شؤون البشمركة في برلمان إقليم كردستان العراق عن وجود مفاوضات مع العشائر العربية في كركوك لمبادلة أسرى البشمركة بأسرى وجثث مسلحي تنظيم الدولة. ميدانيا، قالت وزارة الدفاع العراقية إن قوات التحالف الدولية وجهت ضربات جوية مركزة ضد تنظيم داعش في منطقة الكسك ضمن قاطع عمليات نينوى، مما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بداعش في الأرواح والمعدات. انتهى اجتماع قيادات أحزاب اللقاء المشترك اليمني من دون التوصل لموقف محدد، ما من شأنه إعطاء الحوثيين دفعا لتنفيذ تهديدهم بسد الفراغ في السلطة عبر فرض مجلس رئاسي. قبل يوم من انتهاء المهلة التي فرضها المتمردون الحوثيون للخروج بحل يسد الفراغ القائم في سلطات البلاد، لم تظهر بعد أي بوادر حل، فاجتماع قيادات أحزاب اللقاء المشترك انتهى من دون التوصل إلى موقف محدد، ما من شأنه إعطاء الحوثيين دفعا لتنفيذ تهديدهم بسد الفراغ عبر فرض مجلس رئاسي رغم معارضة الكثير من الأحزاب اليمنية. في المقابل، أبقى رئيس المجلس الأعلى للقاء المشترك محمد الرباعي الباب مفتوحا للخروج بحل، بحيث رجح صدور الموقف النهائي من الأزمة يوم غد، أي يوم انتهاء مهلة الحوثيين. أما الولايات المتحدة التي سبق وأعلنت عن اتصالات تقوم بها مع الحوثيين عبر وسطاء، فقد أشاد وزير خارجيتها جون كيري بجهود قطر من أجل حل الأزمة في اليمن، وذلك خلال لقائه مع وزير الخارجية القطري خالد العطية في واشنطن. الجمود السياسي هذا يقابله حراك ميداني، بحيث خرجت تظاهرات ضد المتمردين في مدينة تعز، فيما سجلت مواجهات مسلحة في العديد من المحافظات، بحيث قتل أحد قياديي المتمردين برصاص مسلحين مجهولين في محافظة أب وسط البلاد، كما قتل جندي يمني في هجوم لمسلحين على مبنى محافظة عدن.
إلى ذلك اشتبك الجيش اليمني مع مسلحين في مدينة عزان بمحافظة شبوة، وذلك بعد مواجهات بين قوات الأمن ومسلحين في منطقة القطن بمحافظة حضرموت، فيما رجحت بعض المصادر مشاركة المتمردين الحوثيين في هذه الاشتباكات. وتتابعونا في النشرة بعد الفاصل. جرحى في حريق شب في معمل للأخشاب في الدكوانة. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان وقد تابعتم فيها. جيرو يبحث مع المسؤولين في الملف الرئاسي. انفراج في ملف كازينو لبنان والحوض الرابع قيد الحل. الجماعات الإرهابية في مصر توسع دائرة عملياتها. أهلا بكم من جديد. أكد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان على مسيرة مصر نحو الازدهار والتقدم ومواجهة الإرهاب وإعادة الاعتبار للعمل العربي المشترك بالتعاون مع المملكة العربية السعودية. وخلال لقائه بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في القاهرة شكر دريان وقوف مصر إلى جانب لبنان، حيث نقل تعازي اللبنانيين بشهداء الجيش المصري الذين سقطوا على أيدي الإرهابيين، معتبرا أنها جرائم لا تمت إلى الإسلام بصلة. من جانبه أكد الرئيس السيسي دعم بلاده الغير محدود لدار الفتوى في لبنان لما تمثله من مرجعية إسلامية ووطنية وعربية، ولتعزيز دورها في الحفاظ على وسطية الدين الإسلامي وتسامحه من خلال تجديد الخطاب الديني. أمل البطريرك الماروني الكاردينال مارك شارا بطرس الراعي من مطار رفيق الحرير الدولي قبيل مغادرته إلى روما للمشاركة في اجتماعات مجمع الكرادلة وعدد من المجالس البابوية التي يشارك في عضويتها، أمل أن ينجح الموفد الفرنسي إلى لبنان فرانسوا جيرو في مهمته. معروف أنه الفاتيكان عمل بتعاون مع هالدول الكبيرة وفرنسا هي منهم، والجولة عم بقوم فيها وهو صرح كمان عم بقوم فيها لأنه في تنسيق بين الكرسي الرسولي وبين فرنسا وغيرها من الدول الكبرى منشان نخرج من هالأزمة الرئيسية في لبنان، الشيء اللي بقى ما حدا بيطيقه لا سياسيا ولا اقتصاديا ولا أمريا ولا اجتماعيا، فعم نتأمل أن تكون مهمته تبلغ إلى النجاح. الرئيس ميشيل سليمان بحث مع السفير السعودي في لبنان في موضوع تسليح الجيش كما تناول الأوضاع الأمنية والسياسية مع زواره. استقبل الرئيس ميشيل سليمان في دارته في بعبدة السفير السعودي في لبنان علي عواد العسيري وعرض معه آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وموضوع تسليح الجيش اللبناني. وجرى التأكيد من قبل عسيري على أن الأمور سائرة في الطريق الصحيح نافيا ما نشر حول تأخير تسليح الجيش. الرئيس سليمان التقى كذلك وزير الدفاع سمير مقبل وزير الشباب والرياضة عبد المطلب حناوي ووزيرة المهاجرين أليس شبطيني، وجرى البحث في الأوضاع العامة لا سيما قضية كازينو لبنان والحوض الرابع في المرفأ. وشدد الرئيس سليمان أمامهم على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وانتظام عمل المؤسسات لاستكمال عملية الإصلاح. الرئيس سليمان اجتمع أيضا مع نائب رئيس مجلس النواب فريد مكاري، كما التقى وزير الاتصالات بطرس حرب وبحث معه آخر المستجدات. الرئيس سليمان التقى أيضا النائب إلي ماروني الذي عرض معه موضوع تنفيذ الخطة الأمنية في البقاع إضافة إلى موضوع مصنع الترابي. حكينا عن الخطة الأمنية الموعودة للبقاع، وإن شاء الله في إجراءات وفي تحركات لتسريع تنفيذ الخطة الأمنية رح تكون قرارات برعاية فخامة الرئيس شخصيا ولحتى نسرع الأمر، لأنه الأخطار هي مش بس على الجبهات. مثل ما بنعرف اليوم عنا داعش بجرود عرسال، راس بعلبك عم تتحرك، عم تتعرض للقصف بصورة مستمرة. أيضا في عنا هواجس وأخطار برعيت وبأسيا بدير الغزال بالمناطق، أيضا بالبقاع الغربي وبرشية. كل هالأمور بتخلينا نتحرك باستمرار. الرئيس سليمان استقبل أيضا السيناتور فيليب ماريني وسفير فرسان مالطا في لبنان شارا أونري داراغون. أصيب أكثر من 5 أشخاص بحروق نتيجة اندلاع النيران في معمل خليل مطار للأخشاب في المدينة الصناعية في منطقة الدكويني. وتعمل فرق الإطفاء منذ ساعات وبجهد كبير على إخماد هذا الحريق، وأفيد أن بعض العمال أقدموا على رمي أنفسهم من النوافذ بسبب عدم تمكنهم من الخروج من المبنى. ونشير إلى أن الحريق ما زال مشتعلا حتى الآن
وما تزال فرق الإطفاء تحاول إخماده بجهد كبيرة. إذن حريق اندلع في معمل خليل مطر للأخشاب في منطقة الدكويني في المدينة الصناعية، وحتى الآن ما تزال فرق الإطفاء تعمل على إخماده. هذه الصور مباشرة من المعمل والذي اندلع فيه هذا الحريق، وبعض العمال أقدموا على رمي أنفسهم من النوافذ بسبب عدم تمكنهم من الخروج من المبنى. إذن حريق ضخم ما زال مشتعلا وما زالت فرق الإطفاء تحاول إخماده. قرر وزير الداخلية نهاد المشنوق طرح موضوع إجراء الزواج المدني في لبنان وتسجيله في وزارة الداخلية على مجلس الوزراء غدا لاتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن. أعلن النائب إبراهيم كنعان موقفه من اللجان المشتركة بالإجماع على اقتراح قانون موافقة اللجان المشتركة بالإجماع على اقتراح قانون تثبيت المتعاقدين في وزارة الإعلام وفق تعديلات لجنة الإدارة والعدل، أي بتثبيت جميع المتعاقدين في كل الإدارات العامة وليس فقط في وزارة الإعلام، موضحا خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة أن عدد المتعاقدين في الإدارات الرسمية وحسب ممثل مجلس الخدمة المدنية أنطوان جبران يبلغ 3000 موظف. فهذا القانون قد تمت الموافقة عليه مبدئيا بإجماع النواب الحاضرين، وقد تمت الموافقة عليه وفقا لتعديلات لجنة الإدارة والعدل، بحيث أنه بات يشمل كل الإدارات وليس فقط وزارة الإعلام. هذا الأمر استدعى أن يتم طلب من مجلس الخدمة المدنية ومن وزارة المالية بمهلة أسبوع فقط، أي الجلسة المقبلة من المفترض أن يكون في أول جدول أعمالة، إعطاء كل التفاصيل اللازمة، أي عدد المتعاقدين في الإدارات العامة. وزير الصحة وائل أبو فعور يبدي خشيته على النظام الصحي في لبنان ويتساءل إذا كان لدى الدولة حل لرفع مستوى الخدمات الطبية في المناطق. أشار وزير الصحة وائل أبو فعور إلى أنه يخشى على النظام الصحي في لبنان من الانهيار تحت ضغط النزوح السوري المتزايد. كلام أبو فعور جاء خلال حفل توقيع معاهدة الإنماء والتعاون بدعوة من المركز الطبي في الجامعة الأمريكية في بيروت ومركز مدرار الطبي في شوكين الجنوب في قاعة هشام الجارودي لكلية رفيق الحريري للتمريض. وللأسف القطاع والنظام الصحي في لبنان بات ينوم تحت عبء كبير، وأنا قلت هذا الكلام قبل أن أكون وزيرا للصحة، اليوم أؤكد هذا الكلام من موقعي في وزارة الصحة. أخشى على النظام الصحي في لبنان أن ينهار تحت عبء النزوح السوري، وحتى اللحظة بنسمع عن مساعدات إجت لبنان لا نعرف إلى من أتت وكيف أنفقت ومن استفاد منها ولأي غاية. وتساءل أبو فعور إذا كان لدى الدولة حل لرفع مستوى الخدمات الطبية في المناطق، متحدثا عن بعض الحالات التي أظهرت النقص الفادح في الجهوزية. حذرت لجنة المياومين وجباة الإكراء في مؤسسة كهرباء لبنان من الإخلال بالاتفاق المبرم مع الإدارة بعد أن تم صرف 30 مياوما في دائرة الجبل تعسفيا، إضافة إلى عدم سحب الاستنابات القضائية بحق 4 مياومين. وناشدت اللجنة المعنيين بوقف مباراة القبول تحت طائلة الاعتصام أمام مجلس الخدمة المدنية يوم إجراء الامتحان. تتوجه اللجنة لكافة المعنيين ورعاة الاتفاق ومجلس الخدمة المدنية بوقف المجزرة المسماة مباريات تحت طائلة الاعتصام أمام مجلس الخدمة المدنية يوم الامتحان المشؤوم وإيقاف تلك المجزرة والمهزلة المعلنة، وأنها ستقوم بعدد من الخطوات التصعيدية في أي اتجاه كان. عقد المؤتمر الدائم لسلام لبنان جلسة حوار ونقاش في فندق لورويال الضيي، حضرها قرابة 60 شخصية من مختلف المناطق اللبنانية، حيث ناقش المجتمعون واقع الحال وما يمليه على الوطنية اللبنانية من واجب أمام التحديات المصيرية في غياب أي شبكة أمان وطنية. ورأى المجتمعون ضرورة استئناف عمل المؤتمر على أن تشكل هيئة متابعة وتنسيق تتولى التحضير لمؤتمر عام يقر برنامج عمل للمرحلة المقبلة. معرض فني في بيروت يسلط الضوء على العنصرية من منظار لبناني.
تستضيف بيروت في قاعة أرتسكيب في الحمرة معرضا فنيا جديدا في إطار مشروع مشاعر مختلطة العنصرية في لبنان من منظار لبناني، حيث تعرض على الجدران مجموعة منتقات من الشهادات النصية والصور المختلفة من السجلات الخاصة لأسر لبنانية أحد طرفيها من أصل أفريقي أو أسيوي. المشروع استمرار لمشروع بدأناه في عام 2012، نحاول بشكل أساسي إبراز أن التركيبة السكانية اللبنانية تغيرت نوعا ما من الناحية العرقية. هذه مجرد سجلات أسر اخترناها وحررناها وكبرناها وأجرينا لها مسحا ضوئيا، نحن نعمل كمسؤولي حفظ سجلات هذه المرة. المشروع يطرح تساؤلات بشأن أفكار عن العرق والعنصرية وغيرها، وكيف أن هذه العناصر تلعب دورا في النظر لمن ينتمي لهذا البلد ومن لا ينتمي له. وينظم المعرض بالتعاون مع مؤسسة هايريتش بول الأهلية في الشرق الأوسط والتي تولت أيضا تمويل المشروع. حبيت أنه في ناس بفكروا مثل ما نحن بنفكر، مش بس أنه لا أنه أنا بلاك يعني أنا لازم أفكر هيك، لا في لبنانيز they think that way too. ويستمر المعرض حتى 14 من شباط الجاري. وتتابعونا بعد الفاصل. معلومات استخبارية سعودية ساهمت في إنقاذ حياة مئات البريطانيين. أهلا بكم من جديد. كشف رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أن بلاده تلقت معلومات استخبارية من الرياض ساهمت في إنقاذ مئات من البريطانيين في المملكة المتحدة دون أن يقدم المزيد عن طبيعتها وتوقيتها. وشدد كاميرون على أن العلاقة بين الدولتين استراتيجية وتاريخية قائمة على الاحترام المتبادل. وأشار رئيس الوزراء البريطاني إلى أن زيارته وولي عهد بريطانيا الأمير تشارلز إلى الرياض بتقديم وجب العزاء بالملك عبدالله بن عبدالعزيز وتنكيس الأعلام البريطانية فوق المباني الحكومية حدادا على وفاته جاء في سياق العلاقات القوية بين البلدين وكبادرة احترامه. قدم الرئيس الأمريكي باراك أوباما موازنة إدارته للعام 2016 بقيمة 4 تريليونات دولار، وتقترح الموازنة رفع النفقات العسكرية إلى 600 مليار دولار تقريبا، أي بزيادة قدرها 38 مليار دولار ومقارنة مع العام الماضي. ومن المفترض أيضا أن يخصص 50 مليار دولار لمحاربة الإرهاب في أفغانستان والعمليات العسكرية الجارية لمواجهة داعش في سوريا والعراق. أعلن رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني علاء الدين بروجردي أن بلاده تلقت رسالة سرية من إسرائيل وعبر أحد القنوات الرسمية حول الغارة التي استهدفت جنرالا إيرانيا وعناصر من حزب الله في القناطرة السورية. وبحسب بروجردي فقد أرسلت إسرائيل الرسالة إلى مسؤول رسمي في الخارجية الإيرانية تفيد بأن إسرائيل لا تريد لهذه القضية أن تستمر أو يحدث تصعيد فيها، وعلى هذا الأساس يتوقعون من الطرف المقابل أن يتصرف بهذا الشكل أيضا. وحول مستقبل التصعيد مع إسرائيل قال بروجردي أن أي فعل يقدم عليه الإسرائيليون سيقابله رد فعل أقسى من المقاومة. أعلن رئيس لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والتي تحقق في الحرب الإسرائيلية على غزة الصيف الماضي ويليام تشاباز أعلن أنه سيستقيل في أعقاب اتهامات إسرائيلية بالتحيز بسبب عمل استشاري قام به لحساب منظمة التحرير الفلسطينية. وفي رسالة إلى اللجنة قال تشاباز أنه سيستقيل على الفور لمنع هذه المسألة من أن تلقي بظلالها على إعداد التقرير ونتائجه والذي من المنتظر أن يصدر في آذار المقبلة. قدمت المملكة العربية السعودية 13 مليون دولار ونصف المليون لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الأونروا من أجل مساعدة أصحاب المنازل التي تضررت جزئيا خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة في قطاع غزة. وقال عدنان أبو حسنة المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إن الوضع في قطاع غزة خطير، داعيا الدول المانحة إلى الإسراع في الوفاء بتعهداتها التي التزمت بها خلال مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار قطاع غزة. وفي الرياضة بعد الفاصل، أتلانتا يسقط للمرة الأولى بعد 19 فوزا في الـ NBA. أهلا بكم من جديد ونصل إلى النشرة الرياضية مع هبة زيدان. مرحبا هبة. مرحبا هنادي. تفضلي. شكرا. مساء الخير.
تعاقد نادي فولسبورغ الألماني مع مواطنه الدولي أندري شول لمقابل 53.9 مليون دولار قادم من تشيلسي الإنجليزي، وذلك قبل انتهاء سوق الانتقالات بساعات قليلة. وتعد صفقة شورلي الأغلى بتاريخ فولسبورغ صاحب وصافة البوندسليغا بالوقت الحالي، كما أن الأبرز بسوق الانتقالات الشتوية بألمانيا. يذكر أنه خلال سوق الانتقالات الشتوية تعاقدت فرق الدوري الألماني الـ 18 مع 26 لاعب في مراحل 49 أغلبهم بصورة إعارات. أعلن نادي فيورنتينا الإيطالي وبشكل رسمي ضم المصري محمد صلاح من تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة. وكان صلاح ضمن صفقة انتقال الكولومبي إخوان كوادرادو إلى الفريق الإنجليزي، حيث رح يبقى الدولي المصري معارا حتى نهاية الموسم. وذكرت تقارير إيطالية أن تشيلسي رح يستمر بدفع أجر صلاح مقابل مليون يورو بيدفعها فيورنتينا لصفقة الانتقال، حيث أكد المدير الرياضي للفريق الإيطالي بتصريح لشبكة سكاي سبورتس الإيطالية أنه سعد بما قاموا فيه بفترة الانتقالات. وأضاف: لم نفكر في السابق بالتخلي عن كوادرادو، لكننا استطعنا جلب لاعبين رائعين مثل المصري صلاح. أشار فيكتور فالديز حارس مرمى برشلونة السابق والحارس الاحتياطي لنادي ألمان يونايتد حاليا على أنه كان بفكر جديا بالاعتزال بعد الإصابة القوية يلي تعرض لها بركبته. فالديز قال بتصريح له لوسائل الإعلام: بعد الإصابة مباشرة الألم جعلني أعتقد أني لن أمارس كرة القدم مرة أخرى، لقد كانت أحد أصعب اللحظات في حياتي. وأضاف: عانيت كثيرا من أجل الشفاء من الإصابة، وفكرت مرات كثيرة في الاعتزال والتراجع، ولكني كنت أفكر في أطفالي. لدي الآن 3 أطفال ويجب أن أواصل كسب المال لأضمن لهم حياة سعيدة. أطل الصربي المصنف العالمي الأول نوفاك جوكوفيتش على محبيه في ملبورن بأستراليا ليحتفل معهم بلقبه الخامس من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس. جوكوفيتش عبر عن سعادته بالفوز بهاللقب ووصف حياته بين آخر لقب بأستراليا وبين لقبه اليوم بالقول: تزوجت وأصبحت أبا في الأشهر 7 الأخيرة، وهذا يعطيني حافزا ومزيدا من الطاقة استخدمتها في الأسابيع الأخيرة خلال البطولة. تختلف الأمور اليوم، أصبحت ألعب من أجل ابني، وأصبحت ألعب من أجل عائلتي، وأصبح للعبي هدفا أسمى، وكان لفوزي معنى أكبر هذا العام. بذكر أنه ديوغوفيتش كان فاز بالمباراة النهائية على البريطاني أنجي موري ب3 مجموعات مقابل مجموعة واحدة وبواقع 7-6 6-7 6-3 و6-0. بأخبار الـ NBA، حيث فشل متصدر المجموعة الشرقية أتلانتا هوكس بالوصول إلى 20 انتصار متتالي بعد ما سقط أمام نيو أورليانز بيليكنز بفارق 15 نقطة وبنتيجة 100-115. بالمقابل تغلب منفيس غريزليز على فينيكس سانز بفارق نقطة وحيدة وبنتيجة 102-100. لا يقترب منفيس من متصدر المجموعة الغربية جولدن ستيت ووريرز. وبباقي أبرز النتائج اللي سجلت اليوم: خسارة لكليفلاند كافاليرز من فيلادلفيا 76ers 84 نقطة مقابل 98. بروكلين نتس كمان كان عم بيخسر من لوس أنجلوس كليبرز ب 100 نقطة مقابل 102. أورلاندو ماجيك كان عم يتغلب على أوكلاهوما سيتي ثاندر ب 104 نقاط مقابل 97. وأخيرا خسارة لدالاس مافريكس من مينيسوتا تيمبر وولفز ب 94 نقطة مقابل 100 نقطة. Against Sullinger, leans in and scores again. Celtics battled back to tie this game at 55. Don't be shy. Whiteside, Bosh on the putback and the foul on Sullinger. Eric, you got a former champion as you mentioned. Got a great attitude. هذا كان كل شيء بأخبار سبور لليوم. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وفي ختام نشرتنا نذكركم بعناوينها: جلسة حوار عين التين الخامسة تنطلق مساء وجيرو يبحث مع المسؤولين في الملف الرئاسي. بالقضايا العمالية والإدارية ما في انتصارات، في إنجازات لمصلحة العمال والموظفين. انفراج في ملف كازينو لبنان واتفاق على تعليق الإضراب في مرفأ بيروت كخطوة نحو الحل. الجماعات الإرهابية في مصر توسع دائرة عملياتها والجيش يواصل ملاحقتها في سيناء. وكان في الرياضة: فالديز كان على طريق الاعتزال لولا أطفاله. في الختام نشكركم على المتابعة، إلى اللقاء.